نرجع لقلق الناس برضو من زياده التمويل، وانت بتتكلمي عن التمويل انت بتبقي سعيده انك قادره تجيبي تمويل ميسر للبلد، لكن الناس بتقلق من ده كله ممكن يكون ديون. خليني اقول برضو انه دايما في الدين لازم نصنف، والجزء الخاص يعني دايما لما نسمع شركاء تنمية أما نسمع تمويل ميسر المنافسة على هذا النوع من التمويل بيبقى كبير جدا جدا جدا، لأنه بيبقى واضح رايح لأنهي مشروع، بيبقى واضح التشغيل فيه قد إيه، بيبقى واضح أنه كمان بيفتح أفاق جديدة. فالنهاردة لما قدرنا نعمل بنبان، لما قدرنا نعمل مشروعات زي بحر البقر، لما قدرنا نعمل مشروع زي الجبل الأصفر المحسمة، غيرها من المشروعات المهمة جدا جدا جدا، ده اللي بيتيح لنا النهاردة ان احنا نستمر في العمل الخاص بالربط ما بين البيئة والمناخ. حاجة أخيرة، ان كل شغلنا مع شركاء التنمية بيدي دفعة قوية جدا للقطاع الخاص اللي بيشتغل في مصر. يعني سكاتك النهاردة لما بيمضي مع الدولة المصرية وحب انه يبقى اول هيدروجين اخضر مشروع له في القارة الافريقية يبقى من مصر، تأتى ده ازاي؟ هو اشترك قبل كده في بنبان لما كان موجود مؤسسة التمويل الدولية وكان موجود البنك الدولي، النهاردة بيمضي ومعاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومعاه ضمانة واخدها من ميجا ومعاه أيضا منحة كبيرة من CIF أو هو صندوق الاستثمار في المناخ. أنا بشكرك شكرا جزيلا، مجهود كبير، وأتمنى لك التوفيق في باقي الكوب. أنا عارفة أن عندك مشروعات أخرى وعندك توقيعات أخرى على هامش الكوب مع باقي أعمال هذا المؤتمر. شكرا دكتورة رانيا مشط. شكرا لميس.